تنساوش اللي مالك بدا مخر دخل في السيركوي مخر خاطر قعد يعني ما حد حد مثل هذه كانش عائلته كانت واقفه معاه قعد مضروب ذولي عامين ما نجمش يتمرن وبدا حقيقه يخدم على قاعده وطي عمره 26 سنه ودخل في السيركوي وقتها وقفنا معاه اما هو معناته استنات لي تري سيريو كيشو متواضع برشا ويخدم برشا ويحب الرياضه برشا يحب التنس برشا يضحي على التنس ومعناته معقول اللي توا بالتالون اللي عنده خاطر عنده ان غران تالون دليل عن هذا ربح رقم 4 في العالم يعني حاجه خارقه العاده بالنسبه للتنس هيستوري كان ما كنتش نخمم ولا نفكر اللي انا موجود في مقابله لتونسي باش يربح كاتريم مونديال عب تنس ونعرف صعوبه الرياضه هذه ولذلك نجم يواصل توا برشا ملاعبيه كما في دارير 36 و35 نجم يواصل عامين ثلاثه علاش كان ما يتعبش يعني ولا ما